نشوفوا معز حسن في حراسة المرمى، على اليمين اسكندر العبيدي في غياب حمزة. على مستوى التشكيل، دحمان كحارس مرمى، ثم قلبي الدفاع على أغرام والنصراوي، مهم جدا في هذه الخطة التكتيكية. أنتظر أكثر من غاية المعروف أن يقوم بذلك الدور، لأنه دائما لما ما يكونش أو لما يكون محمد بن علي غائب الذي يعوضه على التكسير البناء الهجومي وإنهاء الهجمة لفريق النجم الرياضي الساحل. وهذا تيفو النادي الرياضي صفاقس بالنسبة لهذه المباراة، تقريبا تيفو تعودنا فيه في كل مباريات بلاي أوف الدوري. ملاحظة بارزة، النادي الإفريقي صحيح كان جيد أمام الترجي الرياضي التونسي، صحيح كان أفضل أمام بالنسبة للحرزي أن يكون على رأس الدايمن، على رأس المعين أو على رأس من أجل تثبيت هذا اللاعب في قلب الوسط. هناك شكل نقطة مفاجأة للمدافعين لأنه يأتي من الخلف، أتمنى كذلك أن يتم أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. اللاعب يكمل معناتها يتحسن في المقابلات خاصة بدنيا. الزملاء الموجودين أينما كنتم وتواجدتم، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير من بطولة الدعم 44 مع كرة صفاقسية خطيرة، والتدخل من نادر الغيث في اتجاه من الحرزي، حارزي التوزيع على الكره في منطقه الجزاء، نادر الغندري كمرا سي اس اس يبدا بقوه تسديده والكره ما زالت والخطوره متواصله والخطا الاول يا رهيبه، كره شوات تضرب في الدفاع تعود خدام الغندري يعطي باس ذهبيه في السمع الثاني في منطقه الجزاء، تعود من دفاع نادر الافريقي، كره تذهب ضربت بعد تعادلات 0-0 في ثلاثة. العزوني ياسين الشماخي دوران تسديدة للنادي الفوم، أحمد خليل يستعد للتصويب، قوية كبيرة في الهجوم الإسماعيلي، جاكيتي استعدت الكرة لوليد كرة دكدوك خطيرة، فرصة للسي اس اس خطيرة، كرة للنادي الرياضي الصفاقسي، يرتبك الدفاع دكدوك ممتاز الكنترول، التوزيع خطيرة، أوه انطلاقة من غازي يوزع غازي خطيرة، فرصة من شاب عبيدي والطيب المهيري لطوال في سوسة الترجي في درة المتوسط، كرة ملعوبة من الأيمن طويلة معز حسن، جات اليسرى غازي عبد الرزاق، التوزيع الراسي المحاولة خطيرة للنادي الإفريقي، فرصة من شماخ الطاوس اسكندر العبيدي توزيع على القائمة الثاني أمام ياسين الشماخي، هذا نبيل الكوكي لاعب السابق للنادي درب السيا 2012-2013، هذه كرة مخ ياسين العرضية والمحاولة تحاول الهروب، كرة للنادي الصفاقسي خطيرة، قروي خطيرة، جول 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 جول، وليد القروي يتمكن من افتتاح مجال التهديف بكرة كانت سريعة جدا، أي خطا من دفاع السيا وأي سرعة في كرة شوات، والقروي بلمسة كبيرة أفضلية على أبناء العاصمة النادي الإفريقي في أول 45، كرة ملعوبة كانت من لعلي العزوني لكن كانت بعيدة، رياضي الصفاقسي النادي الافريقي ساحب اضعف هجوم في البلاي اوف، عبيدي شماخي خطيره، فرصه للنادي الافريقي، شماخي يا عبيدي ياسين الشماخي، كونترول كان موجه جديد لولا محمد النصراوي، كم هو رائع هذا المدافع الشاب. اللحظه مشاهدينا متابعينا الكرام يعلن هيثم القصعي على نهايه الشوط الاول، بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي على النادي الافريقي 1-0 بفضل هدف وليد القروي الاولى، رالي العزوني كره ملعوبه على القائمه الثاني خطيره، ودحمان وتدخل من الحارس سيمن دحمان خليل، هذه الكرة كان متسللا تاني اسماعيل جاكيتي اسماعيل جاكيتي يحاول 1-0 للسي اس اس كذلك، و2021 التعادل في رادس، تعادل اصفار، تعادل سابو عزوني، سابو تسديدة قوية ستنفل العشرية الأخيرة، ملعوبة خطيرة، فرصة من الجهة اليسرى، محاولة لتوزيعها خطيرة، كحلة وبيضة كولر المدينة، اللون الطاغي في استاد، دفع معنوي مهم جدا، جمعيات من دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، كرة تسديدة والحارس زردوم رضوان، كرة طويلة في منطقة الجزاء، محاولة راسية اسماعيل يسدد كبير، تمركز جيد جدا أمام كل الكرة العرضية للنادي الإفريقي،
كره من محاوله للمرور زردوم غازي عبد الرزاق التوزيعة كره خطيره للنادي الافريقي لاقى بكره من شادي الهمامي همامي لفراس شوات 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 انا هنا نعم 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 انا مهاجمكم انا هدافكم انا من يقدم لكم الافراح انا من ينقذكم دائما فراس شوات هو الهداف هو الصانع في الهدف الاول وهو المسادي شادي همامي كره عرضيه خطيره جول 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 اي سحر هذا اي روعه اي جمال خيال على طريقه ماجر وليد القروي يسجل الهدف الثالث للنادي الرياضي صفاقسي سمفونيه صفاقسيه هنا في الطيب الميري في هذا الكلاسيكو يا جمالك يا جمال يا جمالك يا جمالك يا روعتك يا شادي كل ما تكبر تحلى كل ما تكبر تحلى يا شادي شادي يمرر ووليد القروي بروعة بدي العبيدي حمدي سقوط حمدي والتسديد في هذه اللحظة بثلاثية نظيفة للنادي الرياضي الصفاقسي بثنائية وليد القروي في 38 و84 وهدف فراس شواد في الدقيقة 80 3-0